مرحبا، يعطيكم العافية. أنا رن. اليوم الفيديو حيكون عن 10 كتب أقترحها عليكم لقراءة الصيف، لأنه معظم الناس بالصيف عندهم إجازات طويلة، الناس تبعت المدارس والجامعات، نيالكم بحثتكم، فكتير ناس بتلجأ للقراءة، حتى الناس اللي ما بتقرأ في ناس منها بتلجأ للقراءة بوقت الصيف. فهلأ حقترح عليكم كتب، في أشياء قرأتها زمان، في أشياء قرأتها جديد، بحس إنها حلوة تنقرأ بهاي الفترة. فإذا حابين تعرفوا شو هي هاي العشر كتب خليكم معاي لآخر الفيديو. بس قبل ما نبلش باقتراحات العشر كتب بدي أذكركم تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. أول كتاب معانا هو كتاب العادات السبع للناس الأكثر فاعلية لستيفن كوفي. ما بعرف إذا حدا فيكم لحد هلأ ما قرأ هذا الكتاب، هذا الكتاب من الكتب اللي كتير كتير مهمة. أنا قرأته أول كتاب أقرأه هذا بحياتي لما بلشت القراءة بالعشر سنين. بتلاحظوا إنه هذا الكتاب الناس بتحكي عنه كتير مع إنه هذا الكتاب مش جديد أبداً، وحيضل بحس كتاب بينحكى عنه دائماً لأنه كتاب صالح لكل وقت وكتاب مفيد لكل حدا، يعني كل فئات المجتمع، مين ما كنت أنت، طالب، مدير، موظف، أم، أي شيء. الكتاب حلو، اللي ما قرأه لازم يقرأه. حتى أنا جا عبالي أرجع أقرأه لأنه كتاب كتير قديم، قرأته قبل 10 سنين، يعني قديش زمان. فعم فكر إني أرجع أقرأه بهذا الصيف لأنه محتاجة أصير أكثر فاعلية صراحة. ثاني كتاب هو كتابي المفضل كان لسنة 2016، هو كتاب كوايت لسوزان كين أظن اسمها. هذا الكتاب المين حيكون مهتم فيه؟ الانطوائيين، لأنه في تفاصيل كتير حلوة عنهم وحيحسوا إنه هذا الكتاب كتير قريب منهم والكاتبة كتير قريبة منهم. هذا الكتاب بيحكي عن قوة الانطوائيين بزمن كله مصمم للناس الاجتماعيين. الكتاب فيه كتير تفاصيل والخط فيه كتير صغير بس مش مكرر، يعني الكلام اللي فيه كله بمكانه، مش إنه في إشي زيادة أو في إعادة كتير فيه ومطمطة، لا أبداً. كتير ممتع كان للقراءة. هو شوي منظره مأساة يعني، لأنه هذا الكتاب أنا كان اللي دائماً مع بالسيارة وعند مواعيد الدكاترة بقرأ أو هيك. بهدل شوي لأنه كتير تنقل، بس عن جد عن جد كتير بيستاهل هذا الكتاب إنه ينقرأ، وجديد مختلف. يعني ما في داعي نضلنا نقرأ كتب مكررة والمواضيع نفسها، هذا الموضوع شوي مختلف بس بنفس الوقت كتير مهم. الكتاب الثالث، عشان ما تقولوا رند ما بتقرأ كتب بالعربي، بقرأ كتب بالعربي بس الموضوع اللي أنا بحب أقرأ فيها المحتوى العربي منها صراحة ضعيف وكله مكرر وكله تشيزي، يعني أنا بقدر أكتب كتاب زي هيك. كتير قليلين الناس اللي بيكتبوا كتاب بالمواضيع اللي أنا بحبها منيحة، يمكن الروايات المحتوى العربي اللي فيها قوي، المحتوى النون فيكشن بالمواضيع اللي أنا بقرأ فيها شوي ضعيف بحسه. واللي بيكون بقرأ كتير وقارئ من الكتب الأجنبية بحس لما يقرأ الكتاب كتير من الكتب العربية هاي إنه يعني أساسيات جدا جدا جدا، فعشان هيك أنا ما بقرأ كتير بالعربي. بس إذا في كتاب بالعربي حلو أكيد حيسعدني إني أنا أقرأه. فإذا عندكم أي مقترحات اكتبوا لي إياها بالتعليقات تحت، يعني ما عندي أي مشكلة، المهم أقرأ كتاب أحس إنه ممتع وأحس إنه مفيد لإلي وأحس إنه في إشي جديد. يعني ما بدي أقرأ كتاب زي كل إشي تاني قرأته، وهي هذه المعاناة اللي عم بلاقيها بالكتب العربية. بس في كتاب عربي اللي أنا مش ملاقيته، مش عارفة وين حطيته، بس هذا الكتاب حتى مش قرأته مرة، رجعت له كذا مرة، من الكتب دائما برجع له عشان هيك مش عارفة ألاقيه هلأ. كتاب الدكتور إبراهيم الفقي الله يرحمه اسمه قوة التفكير، كتاب كتير حلو لأنه بيعلمك كيف تفكر أنت بطريقة أحسن، تحكي مع حالك أنت بطريقة أحسن، ورابط كتير من هاي الأشياء بالدين. يعني حلو دائما نقرأ هاي الأشياء لكتاب أجانب، بس لما تيجي تقرأه لكاتب عربي ومسلم ويحط شوي آيات من القرآن وشوية أحاديث بتحس إنه أنت كمسلم كمان الكتاب قريب منك أكثر. ما بعرف ليش أنا ما رجعت قرأت لدكتور إبراهيم الفقي مع إنه هذا الكتاب كتير عجبني، بتفوق على كتب كتير أجنبية تانية قرأتها، لازم أرجع أقرأ له. بس هذا كتاب عن جد كتير قوي، وكل فئة من الناس، أي فئة شو ما كنت أنت حتحتاج هذا الكتاب. معلش ممكن تحسوني شوي عم بعيد حالي وحكي عن كتابين هلأ أنا حكيت عنهم قبل بكتب المفضلة لسنة 2017، بس لأنه بحس إنهم كتير مهمين ولازم ألفت نظر الناس لهم أكثر، هالناس اللي ما حضروا الفيديو هذا. كتاب من الكتب اللي بدي أحكي لكم إياه هذا Essentialism لجريج ماكوين. هذا الكتاب مفيد لكل حدا فينا، إحنا بالذات فئة الشباب اللي عايشين بهذا العصر المعاصر. الكتاب العصر المعاصر مهم، الكتاب هذا اللي عايشين بعصرنا الحالي مع كثرة المقاطعات اللي عنا إياها بحياتنا وكثرة الملهيات، هذا الكتاب بعلمك إنك تحط أولوياتك، بتركز على الأشياء المهمة إلك أنت، تكون إنسان essentialist، بتقضي وقت وبتبذل مجهود على الأشياء اللي أنت بتهمك عشان تقدر توصل لمكان بالحياة. لأنه مع كثرة الملهيات اللي إحنا عنا إياها بحياتنا جيلنا كتير صعب يركز، هذا الكتاب بعلمك كيف تركز على أولوياتك وتوصل لها. وإحنا لازم دائما نقرأ هذا الكتاب ونذكر حالنا عشان نقدر عن جد نركز. الكتاب الخامس، هذا كتابي كان المفضل لسنة 2017، هو كتاب Outliers لمالكوم جلادويل. هذا الكتاب ليش عجبني؟ لأنه مختلف، لأنه بيحكي عن قصص نجاح الناس، كيف إحنا دائما نفكر إنه قصص نجاح الناس نتيجة عملهم ونتيجة موهبة هم عندهم إياها. وهو بيناقش بالكتاب العمل والتدريب وبيناقش كمان الموهبة والذكاء، بس بيقولك إنه هاي أسباب بتلعب دور كتير قليل، بس بفرجيك بهذا الكتاب إنه في عوامل كتير تانية بتلعب دور بنجاح الناس، وهذا الأشي أنا لقيته كتير 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 واقعي. كتب السلف هيلب بتحسسك إنه أنت كل إشي
بإيدك. You can do anything. Awaken the giant within. طلع المارد اللي في داخله. بس هذا الكلام مش كتير واقعي. وهون بهذا الكتاب فرجيك إياها. هذا إيش ما بقولك إنه أنت ما بتقدر تنجح. بس بفرجيك وجهة نظر واقعية أكتر الموضوع. صاحبتي قرأته وقالت لي إنه حسيت إنه في تكرار. أنا صراحة أبداً ما حسيت إنه في تكرار. وأبداً ما حسيت إنه ممل. وكل واحدة بتحكي عن إشي. في واحدة بتحكي عن تأثير تاريخ الميلاد بنجاح الناس بأشياء معينة. حط لكم فيديو عملت عنه هون. في أشياء بتحكي عن ليش الآسيويين أذكى منا بالرياضيات. في واحدة كمان بتحكي عن الذكاء الآي كيو. في واحدة بتحكي كيف وضع الأهل الاجتماعي بيأثر على نجاح أطفالهم أو لا وكيف بيأثر. كتير مختلفة الأشياء اللي فيه ومن نواحي جدا مختلفة وأمثلة جدا مختلفة وعشان هيك مقنع. لو بجيب لك الشغلة من ناحية واحدة أو من فكرة واحدة حيكون مش مقنع. يمكن هي حست إنه في تكرار لأنه بالنهاية هو بده يثبت لك نقطة واحدة إنه النجاح له عوامل كتير أكتر من اللي إحنا بس مفكرينها. بالنسبة لي جدا مختلف. بيفتح عيونك بيخليك تشوف الدنيا بطريقة تانية ومنطقي. كمان عشان ما تقولوا رن ما بتقرأ كتب عربي بقرأ والله. كتاب مهزلة العقل البشري لدكتور علي الوردي. هذا يمكن أول كتاب قرأته ب 2018. حبيته كتير لأنه بيجمع بين ثلاث أشياء أنا كتير بحبها: علم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ. كتير حلو. فالكتاب بيحكي عن أشياء حلوة كتير. وأصلاً اسم الكتاب لحاله جذاب. بيحكي عن أشياء من التاريخ وعلم الاجتماع بفسرها وبربطها ببعض الأمور كيف صارت ليش هيك صار وليش هيك الناس تصرفت. وطريقة نقاش الكاتب بالكتاب يعني هو واضح بوجهة نظره. يعني أسلوبه محترم ما بتحس إنه بفرضها عليه مع إنه ممكن يقول إشي ممكن مش كل الناس تتقبله. لا حلو الكتاب أنا حبيته. أول مرة أقرأ له وحرجع أقرأ له أظن. تعالوا نحكي عن كتب اقتصادية شوي. كاش فلو كوادرنت لروبرت كيوساكي أو ريتش داد بور داد أو واي أي ستودنتس ورك فور سي ستودنتس أو أي كتاب لروبرت كيوساكي. أقرأ كتاب واحد لروبرت كيوساكي لأنه كله تكرار. الكتاب فيه تكرار وإعادة كتير وكتبه مكررة والكلام اللي فيها كله نفسه بينعاد. فكتاب واحد بكفي إنك تفهم وجهة النظر. بس برأيي إنه مهم إنك تقرأ واحد من كتب روبرت كيوساكي. هو كتير بيركز على نقطة إنه ما تعلمنا عن أهم إشي بالحياة إحنا بالنسبة إنه هو المصاري. ما تعلمنا عنه ولا إشي بالمدارس. وأنا بصراحة بوافق الرأي كتير. فهون بعلمك كيف إنك أنت تنظر المصاري، كيف تنظر للأمان اللي بيجي من وراء المصاري، شو هو الأمان الحقيقي، كيف تكون ذكي باستخدام مصاري. بيحكي عن تجربته هو وعن الكاش فلو كوادرنت اللي هو مهم صراحة. حلو إنه الواحد شوي يفتح عيونه كيف يتعامل مع المصاري والاستثمار. كتير مهم إنكم تقرأوا لروبرت كيوساكي خاصة إذا أنتوا بمرحلة آخر سنين الجامعة أول سنين الوظيفة. لازم تفهموا الكلام اللي بهذا الكتاب. لازم. كتاب The Power of Habit لتشارلز ما بعرف ألفظ اسمه الأخير. المهم هذا الكتاب كتير مهم. وبتلاقوا إنه هذا الكتاب كتير كتب تانية تعمل ريفرنس يعني بترجع لهذا الكتاب. هذا الكتاب مرجع لأي إشي بيتعلق بالعادات. هذا الكتاب بيحكي عن قوة العادات وكيف إحنا نبني عادة جديدة، كيف نقدر نتخلص من عادة ما بدنا إياها، شو هي العادة وكيف العادة بتتكون. كل التفاصيل هاي لها علاقة بالعادة إلك أنت كشخص وللشركات. الكتاب كتير مهم وبحس بهم كل حدا لأنه كل حدا عنده عادات وكل حدا عنده عادات نفسه يبنيها وعادات نفسه يتخلص منها. ولأنه هذا الكتاب مرجع لكتير كتب تانية كمان تحكي عن أمور تانية إلا ترجع تحكي عن موضوع العادات. لأنه العادات إشي كتير أساسي بحياة واحد فينا وهي اللي بتكون نجاحنا أو فشلنا أو وضعنا أصلاً هلأ هو سبب عاداتنا اللي إحنا فيها. فالعادات كتير مهمة وبتهم أي شخص. فبتلاقي كل الكتب التانية بترجع لها. فحلو إنك تكون قرأت الكتاب الأساسي اللي بيرجعوا له الناس. كتاب لين إن لشيريل ساندبرغ. هذا الكتاب مين مهم للنساء طبعاً وللبنات خاصة اللي بآخر سنين الجامعة المقبلين على وظيفة أو البنات اللي أصلاً متوظفين. حتى لو لكم فترة إذا ما قرأتوا هذا الكتاب لازم تقرأوه. حتى في نسخة منه مكتوب for graduates لأنه مهم للناس اللي متخرجة ومقبلة على الوظائف. رأيي لازم كل مرأة تفهم الموجود بهذا الكتاب. ليش الرجال بيحتلوا مناصب أكبر من النساء؟ ليش الرجال بيطلبوا رواتب أعلى من النساء؟ ليش النساء دائما بتشك بقدراتها؟ ليش النساء تستحي تحكي رأيها باجتماع؟ ليش النساء دائما بتقلل من قيمة حالها؟ كل هاي الأفكار اللي لها علاقة بالنساء موجودة بهذا الكتاب. هي يعني كوحدة خريجة هارفارد ومشتغلة بفيسبوك ومشتغلة بجوجل بتعاني من هاي الأشياء وملاحظة أشياء. فما بالكم عنا بالعالم العربي. فكتير مهم هذا الكتاب وكتير eye opening لأنه في أشياء إحنا كنساء بنعملها. أنا قبل ما أقرأ الكتاب ما كنت ألاحظها. كنت أقول يعني هيك خلص إحنا عادي متعودين النساء هيك بتتصرف. لما تقرأ أنت هذا الكتاب بتحس إنه ليش إحنا بنعمل هيك من جد؟ ليش 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 بنضلنا ساكتين؟ ليش بنخلي الرجال يحكوا؟ ليش ليش ما بنتفاوض على رواتبنا؟ ليش ما بنحكي آرائنا أكتر؟ ليش ما بنطالب بأشياء إحنا بنحتاجها أكتر؟ فكتير مهم هذا الكتاب. كتير 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 مهم عن جد لكل البنات الشابات يقرأوا. أنا عملت عنه فيديو حطلكم إياه هون. ثلاث نصائح من شيريل ساندبرغ للمرأة العاملة. آخر كتاب هو كتاب أنا قرأته مؤخرا. صراحة أنا سنة 2018 قراءة بالنسبة لي
سيئة سيئة، ما عم بقرأ كتب، حتى صايرة ما أحب القراءة كتير لأني ما عم بتحمس أقرأ لأني ما قرأت كتب تحمسني. بس هذا الكتاب رجع لي شوي الحماس. الكتاب هذا هو هيت ميكرز لديريك ثومسون. ليش في أشياء بتنشهر وبتضرب وفي أشياء ما بتنشهر ما بتضرب، مع إنه ممكن تكون أحسن من الأشياء اللي انشهرت وضربت؟ ليش في أغنية ممكن تنشهر وتضرب وممكن أغنية تكون كتير أحلى منها ما تلاقي هذا الانتشار أبدا، ما حدا يدرى عنها أصلا؟ ليش كان في فنانين من زمان عندهم لوحات فنية رهيبة ما حدا سمع عنهم ما حدا بيدرى عنهم، لما بتروح على المتاحف العالمية هلا تشوف لوحات لفنانين كتير مشهورين بتطلع بتقول هاي كيف معلقة هون؟ هذا الكتاب بيحكي عن هذا الموضوع كله ودارس كل هاي الأشياء. حسيت شوي بيشبه كتاب Outliers من ناحية أنه هو محلل أشياء معينة مختلفة كتير، من أشياء قديمة لأشياء معاصرة زي فيسبوك، زي Game of Thrones، زي Star Wars. بيحكي عن أغاني معينة، بيحكي عن لوحات فنية، بيحكي عن برامج، بيحكي عن شركات. فكتير حلو لأنه كلنا إحنا هاي الأشياء بنستخدمها، بنستخدمها ونسمعها. كلنا بنستخدم فيسبوك، كلنا بنسمع أغاني معينة، كل الناس بتحضر Game of Thrones إلا أنا. حلو إنك تعرف ليش هاي الأشياء ضربت وليش هاي الأشياء انشهرت وكيف هو ربط بينها كلها بطريقة كمان منطقية. كتير حلو هذا الكتاب، بنصحكم فيه لأنه هيك رجعني أتحمس للقراءة. إن شاء الله يكونوا عجبوكم العشر كتب اللي اخترت لكم إياهم اقتراحات عشان تقرأوها بالصيف. احكوا لي إذا ممكن تقرأوا أي واحد منهم أو حسيتوا واحد منهم لفت نظركم من كلامي أكثر من غيره وحابينكم تقرأوه بالصيف، واحكوا لي شو بتقترحوا أنتوا علي كتب تانية إني أقرأها كمان. أنا عندي كتير صراحة أقرأهم بس ألحق. إذا في أشياء بتحسوا إنه لازم أقرأها احكوا لي إياها بالتعليقات. إذا حبيتوا هذا الفيديو اعملوا له لايك عشان تشجعوني عشان أعرف إنكم تحبيتوا هذا النوع من الفيديوهات. اعملوا شير لهذا الفيديو لأصدقائكم اللي بيحبوا القراءة أو مش عارفين شو يعملوا بالصيف، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب وبشوفكم المرة الجاي. باي.